والله احمد امين اوفا هو مهاجم كويس مع انبي ومؤدي اداء موسم حلو يعني وتمام، بس هو تعاقده مع الاهلي يعني انت عارف ان اي لاعب بيروح الاهلي بيبقى على حسب ادائه، لكن هو لو يروح الاهلي هتبقى اضافه حلوه طبعا وهتبقى اضافه جميله ومهاجم قوي طبعا والدنيا تمام. والصفقات اللي بتيجي من انبي الاهلي كلها ناجحه يعني. هو لعيب كويس تمام ما شاء الله، مهاجم عليه مهاجم كويس بيعرف يستلم الكره تحت الضغط، عنده لياقه بدنيه عاليه تمام، و بيلعب دماغه كويس وبيعرف يستلم الكره تحت ضغط. مهاجم قوي ومهاجم بسم الله ما شاء الله امكانياته عاليه، ومن ساعه ما اتفرجنا عليه قبل كده شفناه بيدي دايما باستمرار، ما فيش تاخر وما فيش اي حاجه، وده ان شاء الله انا حاسس ان يبقى مكسب للاهلي باذن الله، يعني لو جه باذن الله يبقى مكسب للاهلي، وانا يعني شايف ان دي فرصه الاهلي ما يسيبهاش بصراحه يعني. بالنسبه لاحمد امين اوف انا شايف ان هو لاعب محلي بس مش اكتر، يعني ما يقدرش يقاوم مع الاهلي جميع البطولات اللي هو هيخش فيها. بس بالنسبة للأهلي إن هو هيحتاج صفقة مهاجم سوبر ومهاجم أجنبي، لازم أجنبي. هو يعني إحنا لنا تجارب قبل كده مع صلاح محسن وعموما اللعيبة المحلية، بس هما ما ردوش يعني المردود القوي المفروض إن الأهلي عايزه، بس إحنا محتاجين في الآخر والأول والآخر إحنا محتاجين واحد محترف يكون إيه هو بيأدي في كل حاجة، قوة بدنية بقى وهدات. أحمد أمين أوف مهاجم كبير وعارفينه، مهاجم نادي إنبي، كان بيلعب قبل كده في الشرقيه للدخان، الا ان سمعنا ان الاهلي بيفاوضه ومحتاجه، بس طبعا النادي الاهلي نادي كبير، مع احترامي لاحمد امين اوف، مع احترامي ليه الكبير يعني النادي الاهلي كبير، ان شفنا النادي الاهلي جاب مهاجمين قد ايه مصريين كانوا متالقين مع انديتهم، كانوا متالقين جدا مع انديتهم وما نجحوش مع النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي نادي جماهيري كبير وعليه ضغط جامد.